حضرتك عم بتفاوض مع وزارة المالية باسم عدد كبير من القطاعات، هل لمست أي تجاوب من قبل وزارة المالية أو وزير المال؟ حقيقة نعم، الوزير كان متجاوب. نحن التقينا تقريبا من حوالي 15 يوم. كان معنا قطاعات النقل البحري والجوي اللي هن متضررين بصورة أساسية، قطاع المستشفيات اللي بيقدم الخدمات الطبية، السنترات الجامعية الكبيرة، القطاع المصرفي، وجزء كبير من القطاع الخاص، الشركات واللي بتتعاطى يعني الأنظمة الرقمية اللي بتتعاطى الكمبيوتر، يعني كل هالأمور، وبعض المصانع. لقينا منه كل تجاوب. الوزير بعد منا سمعنا مقابلتين ما كانوا بيطمنوا. رجعت قابلته أنا من 3 أيام. أوكي. وقلت له أنه نحن رايحين نحو تصعيد مش حلوة، نحن بهالموسم اللي نحن فيه موسم أعياد نهدد، مجرد أن نهدد نحن بتسكير المطار أو المرفأ أو المرافق الاستشفائية يصير فيها نوع من تحرك، مش حيل يعني مش حلوة للنظرة إلى لبنان بهالمرحلة. قال لا أنا متجاوب. وأنا كان قلت له لو أنا معي طرف الوقت بنطر عليك، بس نحن بأواخر السنة وعادة المعاشات دايما تدفع قبل الأعياد، أنا اليوم أنتظر هذا القرار. حكيته اليوم، قال لي أنا بصدد إعداد هذا القرار. يعني عاطينه أستاذ بشارة مهلة للوزير، إما تصدر قرار أو نلجأ إلى التصعيد؟ طبعاً. أمتى بتنتهي المهلة؟ بعد الأعياد؟ مفروض اليوم بكرة نحن نكون أخذين قرار. هلأ قبل الأعياد؟ نعم قبل الأعياد. يعني لما بتقلي تصعيد، أي قطاعات ستصعد وبأي طريقة؟ خلينا نقول أنه أول شيء القطاع المصرفي. يعني القطاع النقل الجوي يعني بيوقف المطار؟ يعني للأسف، وأنا بهالصدد يعني قبل كمان ما وقف هالقطاعات الكبيرة مرفق بيروت راح بيكون إلي مراجعة مع رئيس مجلس الوزراء، لأنه هو الوزير طلع قابله. تواصلت مع الرئيس مئاتي، راح يكون في إلي موعد بين لحظة ولحظة معه كاتحاد عمالي عام. لأنه عملية توقيف هالقطاعات بهالمرحلة مثل ما قلنا وقبل الأعياد شيء مش منيح بصالح لبنان. المجلس الدستوري تقدم النواب بطعن، صح؟ وبدك نواب لتطعن امام المجلس الدستوري. في مجلس شورى هلا، مجلس شورى بالقرار. بالقرار بالقرار. انتوا بشو وين بدك تطعنوا؟ رايحين بهالاتجاه. احنا اذا كان بدك تطعنوا امام مجلس دستوري او مجلس شورى؟ لا، القانون ككل يطعن فيه امام مجلس الدستوري. طعن فيه المذكره تبع الوزير، نعم، مع حاكم مصرف لبنان يطعن بها امام مجلس. عم بتحضروا انتوا طعن امام مجلس شورى؟ كلهم. امتى بدك تقدموا؟ اذا الجواب تاخروا الى شهر. هلا اذا سلبي الجواب كان اوكي بهاليومين سوف نلجا. وانا بلغته، مش انه عم خبرك خبريه انه هو مش عارفها. ما عليك ما تزعل. أنا رايح بهالاتجاه، أنا بكرة إذا صار في إضراب وصار في مشاكل بالبلد وتدخلات ما تزعل، وإذا رحت نحو طعن كمان ما تزعل.